المدونة الجامعة هي من أوسع وأضخم أعمال الحديث النبوي على صاحبها الصلاة والسلام، يتم العمل عليها تحت إشراف سماحة الشيخ المفتي والمحدث محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى بجامعة دار العلوم كراتشي باكستان. أول مجموعة تضم جميع ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سرد دقيق ومفصل لجميع طرقها مرتبة ومدرجة تحت موضوعاتها. الترقيم العالمي، ولأول مرة في التاريخ مباشرة للأحاديث النبوية بدون واسطة أي كتاب. أضخم مجموعة تضم جميع أحاديث الباب تحت موضوع واحد، كانت مبعثرة في بطون مئات الكتب. التخريج الكامل لجميع الأحاديث النبوية الشريفة من أكثر من 2000 مصدر حديثي مسند بين مطبوع ومخطوط، مع ذكر الإحالات، فضلا عن تراجم الأبواب، مما يسهل عملية الوقوف على فقه المحدثين بكل يسر. بيان حكم العلماء على كل حديث باعتبار كونه صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. الاهتمام بذكر المتابعات والشواهد في طرق كل حديث على حدة. إعداد برمجيات وقاعدة بيانات لرفع المشروع على الحاسوب، وبواسطتها يتم توفير احتياجات الباحثين في مجال العلم والتحقيق في هذا العصر. يتم إعداد موقع إلكتروني وبرمجيات وتطبيقات على الهواتف الذكية، فإنه قد تم إلى حد الآن نشر 13 جزءا منه على الترتيب الآتي: كتاب الإيمان، كتاب الأسماء والصفات والعلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب المساجد، كتاب الزكاة والصدقات، كتاب الصوم. هذا، ونرجو الله تعالى أن يمن بالتيسير في إخراج هذا العمل المبارك ليكون ذخيرة عظيمة تتحلى بها المكتبات الإسلامية.